السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة تعليم راندا مع أم نعمة. اليوم إن شاء الله غادي نديرو التطبيق اللي كيبان لكم في الصورة، الكوزة صغيرة وفي الجناب كاينة راندا الثلاثية، ولكن حنا بغينا حتى تحت الفي تكون الراندا ديال الثلاثية. رجعوا أخواتي الفيديو اللي قبل من هذا، راه وريت لكم كيفاش ننزلو هاد الراندا هادي. كنخليو هنا القياس ديال نصف الثوق، كنخدمو الثلاثية ديالنا حتى لتحت، وكنجيو دابا لهنا غادي نداو الثوق ديالنا. غنجيو اخواتي لهنا. بالنسبه لهاد الطريقه راه دايرها معكم شحال من مره. اول حاجه انا الطريقه اللي كندير كنزل الملاقيه، انا نزلت هنا الملاقيه ديال الثلاثيه. غنجيو دابا للتوب غنتنيوه على هاد الشكل هذا، خاص التوب يجينا من هنا غادي سطر واحد وهنا سطر واحد، وهاد البلاصه تجينا هاكا مقاده. غير حطوا اخواتي التوب مقاد، ملي كتسبقوا الملاقيه لتحت الفي راه هاد الطريقه هادي باش تنيو التوب راه تجيكم سهله. من الاحسن سبقوا الملاقيه، وخصوصا هكا الا كانت عندكم تحت الفي شي راندا عريضه، فراه ملي كتخدموا الفي ملي كتبغيو تنزلوا ديك الراندا تجي بحال التبويطه هنا. من الاحسن اخواتي نزلوا الملاقيه هي الاولى، وعلى هذيك الملاقيه بنيو القياس اللي بغيتوا تخدموا في نصف الثوق. غادي نعاود نشب واحد الخيط هنا الوسط، نجي لهنا. هاد الثوق راه ما عريضش، غادي نشب غير واحد شويه هنايا. نجي حتى لهنا، وصافي اخواتي نبداو دابا الثوق ديالنا. نقلبو الثوب، نثبتوه، من الاحسن نشدو بالفنيتات بحال هكا من التحت باش هاد الراس تيتغطى بالثوب ما كيبقاش تشدنا فيه الحرير. غادي نخدم اخواتي بالحرير مبروم على جوج شعرات، حتى الثلاثيه راه خدمناها بالحرير على جوج شعرات، ولكن نتوما كيبقى عندكم الحرير اختياري، بغيتو تخدموا على ثلاثه خدموا على حساب الطالب وعلى حساب نتوما اشنو بغيتو. البرا بالنسبه للحرير على جوج شعرات راه كتخدم فيه البرا النمره 6 و7. هنا عندنا هاد الراندا فيها الكوزه، يعني غنفتحوا الكوزه في السطر اللي فيه عدد فرضي، وانا تعودت نفتح الكوزه هاكا من يكون طالعه. دابا اخواتي مادام هنا عندنا ثلاثه العوينات فراه غنبداو من هنا من التحت، نشد هنا في هاد الجهه، نهز هاد العوينه ديال الحرير ونخدم في هاد ثلاثه العوينات، وحده جوج ثلاثه، ونشد هنا في هاد القنيت. ملي نبدا راجعه ندير الزياده، غيولي عندي في هاد السطر اربعة العوينات. بالنسبه للراندا اللي عندنا جنب الكوزه عندنا الثلاثيه ديال ثلاثة، يعني غنخليو ثلاثة من هنا وثلاثة من هنا هي ستة. ولكن اخواتي باش جينا الكوزه مفتوحه وديك العوينه اللي في الجنب نلقاو فين نشدو، غادي نخليو هنا اربعة وهنا اربعة. غنبقى نخدم هنا وندير الزياده، نرجع مع هاد العوينات. شفتوا اخواتي حنا بدينا ولكن بنينا على هاد ثلاثه بنفس الطريقه، لكن نتو دايرين هنا حتى اكثر، فبداو هنا هو الاول عاد بنيو على داك القياس وكملوا. نشد في التوب، ندير الزياده، نرجع في هاد العوينات، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة. نشد هنا في التوب، ندير الزيادة، نشد في التوب، ندير الزيادة ونرجع مع السطر، واحد جوج ثلاثة أربعة. شفتوا هاد الفنيتة أخواتي خليتها من الفوق، كل مرة تيتشد ليا فيها الحرير، من الأحسن ندخلوها من التحت.
واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ها ثمانية. صافي دابا أخواتي غادي نشد هنا في التوب، ندير الزيادة، بالزيادة غنحسب واحد جوج ثلاثة أربعة، نخلي هاد العوينة للوسط ونخدم هنا، عاود تاني أربعة العوينات، واحد جوج ثلاثة أربعة، نشد هنا في التوب، نرجع ندير الزيادة ونرجع مع السطر عادي. ملي نوصلو لهاد العوينة كنعمرو بجوج، ملي كنقزو عين وحدة كنعمروها بجوج، ملي كنقزو جوج كنعمروها بثلاثة. نشد في التوب، ندير الزيادة، بالزيادة نحسب ربعة، واحد جوج ثلاثة أربعة، نخلي هاد العوينة ونجي لهنا، غنفتحو كوزة الوسط صغيرة فيها غير ربعة العوينات، نشد هنا في التوب، ندير الزيادة ونرجع مع السطر. ملي نوصل لهاد العوينات نعمر بجوج، ندوز لهاد الخيط نعمر عاوتاني جوج، صافي ونكمل في هاد العوينات. نشد في التوب، ندير الزيادة، نحسب بالزيادة ربعة ضربات، واحد جوج ثلاثة أربعة، نخلي هاد العوينة ونجي لهنا، الوسط غنخدم هاد العوينة، كيولو عندنا الوسط ثلاثة ضربات، نخلي هاد العوينة ونجي لهنا نخدم عاوتاني ربعة ضربات، واحد جوج ثلاثة أربعة، نشد في التوب، نكون راجعة ندير الزيادة ونرجع في السطر عادي. هنا الخيط ولا قصير، غندخلو هنا في التوب، غنركب خيط جديد، نجي لفوق اخر ضربة نشد فيها، نجر الخيط تحتاني وهاد الخيط نزيره مزيان، صافي ونشد في التوب، نرجع ندير الزيادة وبالزيادة نحسب ربعة ضربات، واحد جوج ثلاثة أربعة، صافي نخلي هاد العوينة ونجي لهنا، لدوك جوج ضربات اللي ضربنا وسطهم تنهزو هاد العوينة هادي، نخدم الوسط حتى نوصل لدوك جوج ضربات اللي عمرنا بهم داك الخيط، وسط هادوك جوج ضربات غادي نخدم هاد الضربة وننقز هاد العوينة ونشد هنا، نكمل هنا. نشد في التوب، نكون راجع ندير الخيط الفوق وندير الزيادة ونرجع مع هاد السطر حتى لعند التوب. صافي اخواتي انا غنحبس هنا الخدمه، بغينا حنا الوسط هنايا غير ربعه العوينات في الكوزه، وانتم بنفس الطريقه ديروا القياس اللي نتوما بغيتوا او اللي مطلوب لكم، غير هو الا بغيتوا تولات في الجنب ديال ثلاثة فخليو قبل ما تفتحوا الكوزه خليو
أربعة، أربعة هنا وأربعة هنا، يعني السطر اللي تولو عندكم فيه تسعود هي فين كتفتحوا الكوزة، تيبقاو أربعة هنا وأربعة هنا وحدا الوسط. بغيتو ديرو تولياتية ديال الربعة خليو خمسة هنا وخمسة هنا، وحتى تولي عندكم في السطر حداش عاد فتحوا الكوزة. المهم هادي الطريقة أخواتي، ديروا بها القياس اللي نتوما بغيتو. دابا غادي نقلب التوب، غادي نقطعو، نشب التوب ونرجعو نكملو. المهم غندير معكم الطريقه بالزربه، نجيو لهنا لهاد السطر اللي مقابل مع هاد الضربه الاخرى، نقطعو التوب حتى لهنا، نحاولو التقطيعه ما تدورش الجهه اللي لهي، نجي لهاد الجهه عاوتاني، نجيو سطر واحد وما نخليوش التقطيعه تخرج للجهه الاخرى، نجي لهنا نشد هنا، نحل هاد الخيط هذا، نرجع التوب هنا. دائما اخواتي ملي تبغيو تنشبوا هاد التوب هذا شدوا هنا، هو الاول شدوا في هاد التوب هذا اللي كاين هنا، شدوا فيه مزيان هكا شي جوج شدات اولا ثلاثه، وعاد دوزوا لهنا باش ملي تكونوا تخدموا ما تحلش لكم هاد البلاصه وما تجيش مشنتفه. ديروا هاد الطريقه بحال هكا كتجي مجموعه وكتبقى مفينيه. صافي غنكمل هكا نشيبه حتى للفوق وندوز للجهه الاخرى بنفس الطريقه، نشد في هاد الجهه اللي من هنا وعاد ندوز الخيط باش يبقى داك القنيه مجموع، وغنرجع لكم. صافي اخواتي ها نتوما نتبد دابا التوب بحال هكا الفنيتات من التحت، ونجي لهنا البلاصه فين خلينا فيها الحرير، نقطع هاد الحرير هذا اللي بقى هنا ونكملوا الخدمه ديالنا. نجي لهنا للتوب، صافي دابا ما كنبقاوش نديروا الزياده، ونرجع نخدم في هاد السطر. دابا هنا اخواتي غنبداو نسدو في الكوزه. صافي انا هنا درت القياس غير ديال ربعة العوينات، وانتوما ديروا القياس اللي بغيتو. غنجي لهنا الوسط دوك جوج ضربات اللي عمرنا بهم هذا الخيط، ونهز هاد العوينه، وهنا وسط الكوزه غنخلي هاد العوينه ونشد هنا. نخدم الوسط ونخلي هاد العوينه ونجي لهنا، الوسط كيجيونا غير ثلاثة ضربات، نخلي هاد العوينه ونشد هنا، نعاود نشد هنا. هنا اخواتي غنخلي ثلاثة ضربات، واحد جوج ثلاثة، ونرجع غنزيد نخدم هنا، واحد جوج ثلاثة، غنرجع دابا مع السطر، واحد جوج، ونعمر هاد العوينه، نرجع مع هاد السطر. ملي نوصل عاوتاني لهاد الخيط غنعمرو بجوج ضربات وننزل حتى يبقاو ليا هنا قياس ثلاثه العوينات، واحد جوج ثلاثه، صافي ونرجع مع السطر. صافي دابا غنبقاو نخدمو في هاد الكوزه بوحدها بلا ما نشدو في التوب. نجي عاوتاني هنا نخلي هاد العوينه ونجي للوسط، نخلي هاد العوينه ونشد هنا، نخدم هنا، صافي ونرجع مع هاد السطر. صافي السطر اللي خدمنا خلينا ثلاث العوينات، صافي كنخليو هنا ثلاثه وهنا ثلاثه، وهنا كنطلعوا الرانده ديالنا عاديه في القياس اللي بغيتو. تقدروا تزيدوا اكثر من هاد القياس هذا وتخدموا بنفس الطريقه. وبالنسبه لهنا اخواتي الا خفتو ملي تكونوا تخدموا في جناب تفاوت ليكم التوب، فمن الاحسن طبعوا. ملي كنوصل لهنا نرجع مع السطر،
نبقى نخدم حتى نوصل لهاد العوينه اللي ما بين هاد جوج ضربات اللي عمرنا بهم هاد العين. نخدم هنا نخلي هاد العوينه للوسط ونجي عاوتاني لهادي. ها نتوما حنا سدينا هنا الكوزه، غنكمل تيبقاو لينا هنا 1 2 3 4 5، 1 2 3 4. هنا هاد الجهه التحتانيه ماشي بحال هادي، دائما الجهه اللي الفوق كتجينا زايده واحد العوينه ولكن ما كتجيش باينه. ها نتوما غتشوفوا ملي غنوصلوا لهنا خاصنا ضروري تبقى لينا العين فين غنشدو. نرجع مع هاد السطر، نعمر هاد العوينه بجوج ونكمل الخدمه هنا. نعود نرجع مع السطر. دابا اخواتي من هاد العوينه غنعاودو نفتحو كوزه جديده، غنخدمو 1 2 3، نخليو هاد العوينه ونجي لهنا الوسط، نعود نخلي هاد العوينه ونجي لهنا، هنا غيبقاو لينا 4، 1 2 3 4. نعود نرجع مع السطر، هنا نعمر جوج وهنا نعمر جوج. نكمل هنا. بالنسبه لهاد الرانده اخواتي ملي كنكونوا نخدموا غير هكا الوسط، فنحاولوا نجيبوا الخيط يعني ملي تسال نحاولوا نجيبوه الوسط ديال الكوزه، اولا هكا الا كان عندنا الزواق نجيبوه في البلاصه اللي غادي نزوقوا باش ديك التركيبه ديال الخيط ما تجيناش باينه. ها نتوما اخواتي هنا غنخدم غير جوج، نخلي هاد العوينه ونشد هنا، نخدم الوسط هاد العوينه ونجي لهنا ما بين هاد جوج ضربات، نخدم هاد العين، نخلي دابا عوينه ونشد هنا، نخدم في هاد جوج عوينات ونرجع مع السطر عادي. نعمر هنا جوج، نشد في هاد العوينه للوسط صافي، وغنركب خيط اخر، نجي لهنا فوق اخر ضربه نثبت الحرير، نزير هاد الحرير اللي كان قبل وحتى هاد الضربه نزيرها مزيان صافي، ونكمل السطر. نقطع هاد الخيط ونكمل هنا، نرجع دابا اخواتي مع السطر. بغيت غير نوريكم هنا علاش خلينا هنايا 4 وهنا 4، هنا درنا 3 وبقات واحد العوينه هي هذه اللي بقات لينا انا تنشدو فيها، شفتوها؟ شديت هنا، غنخلي هاد العوينه ونجي الوسط صافي، ونخدم الوسط عادي وسط كيبقاو لينا 5 3، 1 2 3 4 5. نخلي دابا هاد العوينه ونجي هنا، نخدم هنا، ملي غنكون راجعه غنخدم هاد العوينه هنا عاد نشد هنا، كون شديت غير ضربه هنا غنرجع مباشره لهنا، ولكن من بعد كترخى لينا هذه اللي في الجنب، من الاحسن نشدو هنا هاكا بهذه الطريقه وعاد نجيو لهنا لهاد العوينه هاكا اخواتي. داكشي علاش هنا تجينا عين زايده، بغيتو تحيدوا هاد العين تنقصوها تشدوا مباشره هنا في هاد العين شدوا، المهم ديروا الطريقه اللي تجيكم زوينه، المهم انا كنفضل تبقى هاد العوينه زايده باش ملي كنرجعوا كنشدوا هنا وعاد كنشدوا في هاد العين صافي. اخواتي هنا الوسط راه غنكملوا بهذه الطريقه، كملوا هذه الخدمه عاديه، زيدوا واحد شويه هي بلا ما تطلعوا حتى الفوق، خدموا غير شويه وغندوزوا للثلاثيه
باش يبقى لينا التوب غادي مقاد، نبقاو شادين حسابنا. انا خدمت اخواتي هنا قياس جوج جوزات، دائما بقاو تخدموا غير شويه وتخدموا الثلاثيه عاد من بعد كملوا الوسط. هذا الخيط اللي كيبقى هنا عقدوه هنايا في المخده غير باش تبقى لكم هاد الرانده ثابته وتخدموا على راحتكم. انا هنا راه وريت لكم هاد الشيء وخدمت الثلاثيه، ولكن لقيت راسي ما صورت والو، راني عاودت قطعت كل شيء، غنعاودو دابا. هانتوما اخواتي غنجيو لهنا تركبوا خيط جديد. هنا كنا خلينا ثلاثه ضربات، نشد في التوب ونهز جوجات، وحده جوج، العوينه الثالثه ما نخدمش فيها ونجي لهنا نخلي هاد العوينه ونشد هنا. هنا في البديه كنخليو غير وحده والثانيه تنشدو فيها، اما من بعد راه كنخليو جوجات والثالثه كنشدو فيها. هنا هاد العوينه الوسطانيه كتجينا مقابله هنا مع هاد الراس هذا. صافي دابا غنرجع في هاد الخيط، غنضرب واحد الضربه فيها هكا، نخليها هنا الفوق ونزل لتحت نخدم في جوج عوينات. ها وحده، ها جوج، ونشد هنا في التوب، نخدم هنا عوينه وحده، نهز هذا الخيط للفوق، نخدم فيه واحد العوينه نطلع على الفوق ونخدم هذه العوينه حتى هي. هنا الفوق تنضربوا جوج ضربات والتحت غير ضربه، نشد هنا نخدم هنا في هذه العوينه ونجي لهنا هذا الخيط نضرب فيه هذه الضربه ونجرها عاد هذه. صافي ونجي لهنا للتوب، نخلي قياس جوج ضربات، ها وحده جوج، ثالثه نشد فيها، نخلي هذا الخيط مطلق. في هذا الخيط غنضرب واحد الضربه نخليها هنا لتحت ونجي لهنا الفوق نضرب هاد جوج ضربات، ما نزيروش الخيط، ونجي لهنا للراند نشد، نرجع في هاد العوينه نهز هاد الخيط الفوقاني نضرب فيه واحد الضربه ننزلها لتحت ونخدم هنا ونشد في التوب، نخدم هاد العوينه الاولى. في هاد الخيط الثالث نضرب هاد الضربه الثانيه ونجي لهنا. دابا غنخلي واحد جوج في الثالثه نشد، بحال لي هاد الراس خاصو يجي مقابل مع هاد العوينه الوسطانيه. في هاد الخيط نضرب واحد الضربه هكا ونزل لهاد جوج عوينات، نضرب جوج ضربات نشد في التوب. دابا غنضرب هنا غير ضربه واحده، نهز هاد الخيط الفوقاني نضرب فيه واحد الضربه نطلع على الفوق ونخدم في هاد العوينه. نجي لهنا للعوينه الثانيه نخدم هنا واحد، في هاد الخيط الاخر نخدم جوج. صافي هاد المثلث ساليناه، غنجي لهنا للتوب واحد جوج، قياس جوج عوينات، ثالثه نشد فيها. في هاد الخيط نضرب واحد الضربه ونضرب هاد جوج عوينات اللي بقاو الفوق، ردوا بالكم مع هاد الخيط ما تزيروهش. صافي ونجي لهنا الفوق نخدم في هاد العوينه، ملي غنبدا راجعه نخدم غير عوينه وحده ونهز هاد الخيط الاخر نضرب فيه واحد الضربه ننزلها لتحت ونخدم في هاد العوينه، نشد في التوب. شفتوا اخواتي صراحه تجي زوينه وراها سهله في الخدمه وطلاعه. صافي غنخلي الخيط هنا بنفس الطريقه غتخدموا نتوما، غتخدموا غير شويه وديروا الثلاثيه وتعاودوا تخدموا شويه وتعاودوا ديروا الثلاثيه وتبقاو تقيسوا التوب اللي غيبقى لكم فوق بحال هكا تنيو وتقيسوه باش ما يجيكمش مفاوت وتجيكم الرانده غاديه مكاده. بنفس الطريقه غندوزوا للجهه الاخرى، بدينا من التوب حتى هنا غنبداو من التوب، نشد هنا في التوب، نهز هاد العوينه ديال الحرير. هنا عندنا ثلاثه العوينات غنخدم في جوجات، وحده جوج، العين الثالثه ما نخدمش فيها، نخلي هاد العوينه ونجي لهنا. غير في البديه اللي كنخليو غير وحده، من بعد راه كنوليو نخليو جوج والثالثه نشدو فيها. في هاد الخيط غنضرب واحد الضربه ونزل هنا غنخدم فهاد جوج عوينات، ها وحده وها جوج، ونشد في التوب. نرجع دابا نخدم غير في عين وحده ونهز هاد الخيط الفوقاني نضرب فيه واحد الضربه ننزلها لتحت ونخدم هنا فهاد العوينه. نجي لهنا لهاد العوينه الثانيه، نخدم هنا العوينه الاولى، هاد الخيط الفوقاني الثالث غنضرب فيه واحد الضربه بحال هكا
ونجي للتوب، واحد جوج ثلاثة، قياس جوج ضربات، والثالثة نشد فيها. فهاد الخيط غنضرب واحد الضربة، نزل هنا نخلي الخيط مطلوق، نضرب هنا جوج ضربات، ونشد هنا في العوينة الثالثة، نخدم هنا غير عين وحدة، نهز هاد الخيط الاخر نضرب فيه واحد الضربة، نطلع الفوق، ما هزيتش هاد الخيط كامل، غنعاود نحل. نهز الخيط كامل باش جينا الخدمة مزيانة، نضرب هاد الضربة نطلع الفوق، ونخدم هاد العوينة اللي بقيت، نشد هنا في التوب، نخدم هاد العوينة، نهز الخيط الاخر نضرب فيه هاد الضربة، ونجي لهنا واحد جوج، نشد في الثالثة في هاد الخيط، غنضرب هاد الضربة بحال هاكا، ونجي لهنا نخلي هاد الخيط مطلوق، نخدم في هاد جوج عوينات، ونشد في التوب، نخدم عوينة وحدة باش نكملو هاد المثلات، ونجي لهنا نرد البال، نهز هاد الخيط كامل. هنا راه تيوليو عندنا ثلاثة الخيوطة، نخدم في هاد الخيط ونهز هاد العوينة، صافي، ونجي لهنا غنكمل اخواتي بنفس الطريقة. صافي اخواتي، هانتوما غتكملوا بنفس الطريقه، تخدموا وتقيسوا التوب، خاصو يجي قد قد. مهم، الا نسيت شي حاجه اخواتي فكروني فيها في التعاليق، نعاود نشرحها لكم. وبنفس الطريقه يمكن لكم ديروا القياس اللي بغيتوا. الصراحه هاد المديرة تيجي رائع، وحتى في العريضه ديالها تجي الصراحه زوينه هكا في القفاطن. نتمنى اخواتي الفيديو ديال اليوم يعجبكم، نتمنى الشرح يكون واضح، ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش اخواتي لايك للفيديو، اللي ما مشاركش في القناه تشارك، مرحبا بكم كاملين في قناه تعليم راندا مع ام نعمه، وبارطاجيو اخواتي الفيديو باش يوصل للاخوات اللي مهتمات بالراندا. وشكرا لكم، السلام عليكم، نتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله.